في فرق كتير كبير بالشخصية بين السيد حسن نصر الله أمين العام لحزب الله وبين أولا الجنرال ميشيل عون لما كان جنرال ورئيس وزارة وبعدين صار النفي وصار في اتصالات وصلنا لتفاهم برمخايل. يعني بين العماد مش بين الرئيس. العماد بين الجنرال بين الجنرال عون قبل ما يصير رئيس وبعد ما صار رئيس وبين السيد حسن فرق من حيث طريقة التفكير ومنهجية التفكير، مش عم بقول مين أذكى من مين وأسلوب العمل. السيد حسن يمكن يرتكب شو ما كان ولكن بيحاول دائما يبين لما بيحكي قدام الرأي العام أنه حريص وأنه لا يريد أن يفتعل مشكل وأن يتسبب بمشكل وأنه منفتح على كل الطروحات وكذا، ولكنه مصمم أنه ما يقبل حدا يطعن لنقول المقاومة في الظهر وعنده موقف واحد ما بيتغير حتى لو أحيانا بخلال التعبير بيعطي من طرف اللسان حلاوة مثلا حول شغلة معينة هي موضع إشكال وخلاف بين اللبنانيين ولكن بدون أن يجزم ويحسم في هذا الأمر. بينما الجنرال عون والوزير باسيل ما يجمعهما هو أكثر مما يجمع أب وابنه من حيث الصفات، يعني اثنيناتهم ما بيقدروا خلينا نقول اثنيناتهم عقل لا يسبق لسانهم، لسانه اللي بيسبق عقله، واثنيناتهم بين مزدوجين ومع الأسف الشديد والاعتذار الشديد اثنيناتهم ببيعوا وبيشتروا واثنيناتهم بتهمهم السلطة وليس المبدأ. يعني لا اليوم. في واضح شيء، يعني أنا طبعا ما كنت قوات ولا رح كون ولا كنت كتاب ولا رح كون ولا حزب ولا شيء، ولكن لما أنت بتجي كميشيل عون جنرال بسنة الوقت اتفاق الطائف بالتسعة وثمانين، لما جيت 88 عملت رئيس وزارة، بتجي تاخد شعارات القوات اللبنانية كلها المتطرفة بين مزدوجين وتتبناها وبتهيج الشارع المسيحي على القوات لأنهم ذهبوا إلى اتفاق الطائف، وأنه أنت بدك التحرير من سوريا وبدك التحرير من كذا ومن كذا ومن كذا. جيت أخذتهم كلهم هيدول، بعدين وين صرت؟ رحت عملت ديل. أولا أنت وموجود برئاسة الحكومة في تلك الفترة فتحت على السوريين، ما يعني لعبوا السوريين بهذا الموضوع، أعطوك من طرف اللسان حلاوة ولكن كانوا جازمين أنه ما بدهم هذا الأمر، والله يرحمه إلي حذاء اشتغل دور بهالقصة، الله يطول عمره، محسن دلول صديقنا اشتغل، البير منصور كمان، ما في حدا إلا ما اشتغل وكلهم بيعرفوا. عرض يعني كان منفتح أبعد الحدود مع السوريين ولكن اشتغلوا فيه وما جابوا رئيس. صرنا بحرب التحرير، بعدين عملنا حرب القوات ورحنا بدنا نشيل الجيش السوري من لبنان، طلع قرار ب 1559. بالآخر شو صار؟ رجعنا من هونيك من فرنسا بعد صفقة ديل انعمل مع أمين لحود الرئيس أمين لحود وانعمل مع السوريين، عودة ميشيل عون، عودة خروج سمير جعجع من السجن. طيب كل هاي المبادئ اللي بالآخر لما عملت الطيار وحطيتها بهذا الكتيب الأصفر، في كتار من العونيين بيحكوا بهذا الموضوع، الأشياء الأساسية هذه راحت ما حكيتوا فيها. هلأ اتذكرت يا جبران باسيل تحكي فيها لأنه ما عاد حزب الله مستعد أنه ومش ما عاد بيقدر كمان أنه يغطيك ويأمن لك المكاسب السياسية. يعني أنت هون عم تقول أنه كان متوقع هذه النتائج إذا رجعنا لتاريخ التيار أو طبعاً. تاريخ حزب الله، يعني كنت متوقع هذه النتائج أو هذا المصير لتفاهم مع الخيل من منطلق عدم المبدئية. صحيح من منطلق عدم. طيب وين صرنا هلأ هون؟ لأنه الوقت طاير. نحن هلأ بعد عنا حكي. نحن هلأ الحزب أكيد مثل ما عم بيقول السيد أكثر من مرة ما هو ما رح يشيل إيده من
من التيار، لأنه هلأ التيار حيشيل إيده من الحزب، إذا شيل إيده من التيار هلأ ما في إيد مسيحية تاني يسلم عليها، يعني مصلحة هي. مصلحة كمان. أوكي. فلذلك إذا كف التيار بهاي الطريقة وهو سحب اليد ساعتها الحزب بيسمع، ولكن بكل الأحوال العلاقة لم تعود كما كانت ولن تعود كما كانت. خلينا ننتظر الانتخابات الرئاسية كيف بتجري، بأي تفاهم. يعني برأيك الطرفين مأزومين، حزب الله مأزوم وجبران باسيل مأزوم؟ حزب الله جبران باسيل مأزوم أكثر من الحزب أكيد، بس الحزب مأزوم، مش ما في، ما بستعمل كلمة مأزوم، ولكن الحزب كمان في 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 موقع دقيق، يعني بده يتعامل مع الأمور بكثير من الدقة. ما بقول مأزوم لأنه إمكاناته تختلف عن إمكانات وامتداداته. فلذلك يعني نوصل على قصة الرئاسة هون، أنا برأيي ما في رئيس قريبا. الفرنسيين طبعا، يعني كثير حكى عن فرنسا والسعودية وكذا، اجتماع طلع ما في اجتماع، ما في، أولا ما في اجتماع، وإذا في اجتماع السعودي لم يغير موقفه، وقيل سربت معلومات كان فيها شيء من الجدية إنه السعودي كلف القطري يتعاطى بهذا الموضوع، والقطري فتح على جبران وكذا. طلع بالنهاية إنه السعودي مش مرتاح للحركة القطرية، ولذلك القطري ما راح يطلع منه شيء بهذا الموضوع، السعودي مش قادر يروح أبعد بهذا الموضوع. مين بعد فيه يعني؟ الفرنسي السعودي مش قادر ولا ما بده؟ اثنين، لأنه السعودي مش قادر يحقق الأهداف اللي بده إياها من انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة، ولذلك ما بده، مكفى بالخط اللي هو بده إياه، أنه جيبوا لي رئيس كذا وجيبوا لي حكومة كذا وبعدين أنا مستعد إصلاحات وكذا. هون مين بده يجيب له إياه؟ الفرنسي، يعني الأمريكي بيقول لك أنا مكلف. الفرنسي الأمريكي أنه أوكي شوف أنت إذا فيك تعمل شيء، مش مكلفه أنه متفقين على خطة عمل وروح طبقها يا فرنسي. والفرنسي ما عنده إمكانية يطبق، خصوصي هلأ. يعني صحيح فاصل هو بين حزب الله وعلاقته فيه المنيحة، وبين علاقته بإيران يلي هالأيام عم تمر بشوية صعوبات بسبب الاحتجاجات الشعبية، ولكن بالآخر ما بقى بده يتعاطى، برأيي أنا حسب معلوماتي لن يتعاطى ماكرون بقصة الرئاسة، ولن يطرح اسم في هذه المرحلة، لأنه هذا أمر ما رح يمشي. فنحن مرئين بمرحلة ما بعرف داش تاخد وقت، ما في رئيس سريع، ما أخشاه، وهذا معلومات يعني، بس ما عندي تفاصيل عنها، أنه نحن رح لبنان قد يمر بمرحلة، نحن مرينا مرحلتنا صعبة أكيد، ولكن قد يمر بمرحلة أشد صعوبة. سألت المرحلة الأشد صعوبة شو بتعني؟ يعني حرب أهلية؟ قال لا، ما تروح لهالحد. طيب إذا مش حرب أهلية ونحن هلأ بوضع صعب، مشاكل أمنية صغيرة، نحن هلأ بوضع صعب، مش حرب أهلية بس وضع صعب، أوكي، خطفوا قتلوا كذا، قولي اللي بدك، هلا عم نقوله رح يعني معناتها رح نقرب أحداث أمنية، رح نقرب قصص أمنية بتقربنا، يعني هيدا الوضع بيكون دحة قدامها لما تجي، بس مش ما بتوصل إلى درجة الحرب الأهلية. مين حرب يعني؟ يعني سبعة أيار جديد؟ هلأ سبعة شي أيار بيشبه سبعة أيار؟ سبعة أيار جديد، يعني كأننا عم نقول حزب الله. أوكي. لا. أنا لا. ما عم أقول حزب الله، عم بقول شيء بيشبه هالعمليات اللي صارت يعني. هيدا شيء، هيدا ممكن يصير لما بنحكي سبعة أيار، إذا قصدنا ولا ما قصدنا بنكون عم نقول إنه هالفريق اللي عمل سبعة أيار وعنده إمكانية بيعمل سبعة أيار تاني. خلينا ما نقول سبعة أيار، نقول مين حرب شوارع. خلينا نقول إنه حرب شوارع ما في. خلينا نقول إنه كمان احتمال اشتباك مع إسرائيل، مش حرب، كمان مش حرب شاملة، عمليات كمان، هذا أمر ما فينا نشيله نحن. يعني بكل الأحوال في مرحلة جاية، بالإضافة إلى الصعوبات أو عدم الحلول، عدم إيجاد حلول لكل ما يعانيه اللبنانيون من شظف العيش والسرقة والغلا والدولار طالع والليرة نازلة وما إلى حلول، كمان يعني في وضع